السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المهام الخاصة بالبيم كوردينيتور إن هو يظبط التمبليت، إن هو يعمل لينكات بين الملفات، إن هو يعمل الفاميلي، مش لازم في برنامج الريفت، ممكن تكون الشركة شغالة ببرنامج آخر. المهم إن هو بيسهل الشغل على الناس وبيعمل لهم سبورت. طيب هنشوف دلوقتي إزاي نعمل اللينك في برنامج الريفت. أقول له نيو، هعمل ملف جديد. تبدأ تختار التمبليت اللي أنت عايز تشتغل عليه. مهم جدا ان انت تكون بتطور التمبليت بتاعك بصفة مستمرة عشان الناس تشتغل وتسهل عليهم. تخيل ان هم يبدأوا بنان، هي اول حاجة يسألوا اليونت، طول ما هم شغالين محتاجين يقعدوا يظبطوا في الاعدادات، فده هياخد وقت كتير. فلو انت بدأت بتمبليت كويس ده هيسهل عليهم كتير. خلينا نقول له نيو، خلينا نقول له عايزين نعمل تمبليت ميكانيكال. انت عايز تفتحه كبروجكت ولا كبروجكت تمبليت؟ بروجكت يبقى انت هتبدأ تعمل مشروع حقيقي عليه. بروجكت تمبليت انت داخل تعدل الاعدادات اللي موجوده جواه، فانا هقول له بروجكت اهوت. طيب انا دلوقتي داخل عشان اعمل لينك، اقول له انسرت وهقول له لينك ريفت. طب تعال نشوف ايه الحاجات اللي معموله لينك. لينك ريفت كده انت هتربط بيه ملف الريفت. اللينك اي اف سي ده ملف معمول بيلدينج سمارت عمليه على اساس يكون لغة مشتركة أو هيئة مشتركة بين كل البرامج. يعني لو جزء شغال بالريفت وجزء تاني شغال بالأركاد وجزء شغال بتكلا، فازاي يتبادلوا مع بعض وازاي يشوفوا بعض؟ ده من خلال الـ IFC، كل واحد يصدر IFC والباقي يشوفه. لينك كاد لو انت عايز تربط بيه ملف الكاد. لينك توبوغرافي لو انت عايز تربط مع سيفل 3D. هقوله دلوقتي لينك ريفت وهبدأ اختار ملف الريفت. خلينا نختار الملف اللي موجود مع الناس كلها اللي هو بينزل مع البرنامج. هتلاقيه على المسار دوت، اقول له لينك واختار هنا ال RFVT والبوزيشن بتاعي. هل انت عايز اورجنت تو اورجنت يعني 0 0، ولا عايز سنتر تو سنتر يعني نقطة السنتر اللي موجودة في الاوتوكاد احطها في نقطة السنتر اللي موجودة في الريفت؟ غالبا ادق حاجة الاورجنت اورجن. الشيرد كوردينيت ده لما نكون شغالين في اكتر من مبنى في المشروع، فعلى اساس مش هيبقى ينفع كلهم في الزيرو زيرو، فبنبدأ ننسبهم لنقطة الزيرو زيرو. يعني نقول ده مثلا على بعد 100 متر في الاكس و100 متر في الواي من الزيرو زيرو. ده لما نكون شغالين في مشروع بروجكت بيس بوينت تو بروجكت بيس بوينت. هنا مانيوال يعني هيديني نقطة الأوريجن وأنا أبدأ أحطها بالماوس في المكان اللي أنا عايزه، أو البيس بوينت وأنا أحطها مانيوال أو سنتر. أدق حاجة بالنسبة لي أوريجن تو أوريجن، غالبا هي دي اللي إحنا بنشتغل بيها. أقول له أوبن الملف، ظهر معايا بالشكل دوت. طيب ممكن أنا آخد بعض العناصر أخليها معايا في المشروع، لأن أنا بعمل سيلكت بيعمل لي على المشروع كله مرة واحدة وبيديني اختيارين بايند لينك ومانج لينك. بايند بعمل بايند الملف دوت بحيث ان هو يبقى موجود معايا، يتاخد منه نسخة كوبي بيست وتبقى موجود معايا بكل التفاصيل بتاعته في المشروع بتاعي، بس ده طبعا هيخليه كبير. المانج بيفتح لي الشاشة بتاعة المانج. لو عملت سيلكت كده هتلاقي ان هو ريلود فروم، يعني هبدأ احمله من مكان تاني. يعني فرض ان هو مش موجود في المكان دوت، نقل لمكان تاني، فبقول له ريلود فروم، او بقول له ريلود يعني حمله تاني من نفس المكان. انلود مؤقتا شيله دلوقتي بس ينفع اعمل له ريلود في اي لحظه. اد اضيف واحد جديد، ريموف اشيله خالص. وهتلاقي فوق الاي اف سي الكاد الدي دبليو اف، ده على اساس ان انت تراجع دي دبليو اف مارك اب. الناس بتراجع وبتحط لك كلاود وانت تبدا تشوف المكان بتاعه فين. البوينت كلاود ده اللي بيطلع من الليزر سكان التوبوغرافي. اقول له اوكي. طيب انا محتاج مثلا ان انا اخد الليفلات او الجريد. طيب عشان اخد مثلا الاليفيشن افتح اي اليفيشن، تمام، عايز ابدا اخد الحاجات دي معايا. طيب هروح هنا لقائمه كولبريت واقول له كوبي مونيتور، سيلكت لينك واروح محدد اللينك واقول له كوبي كوبي، واعلم مالتيبل بحيث ان انا اخد اكتر من واحده في نفس الوقت اهو بالشكل دوت. بعد ما علمت عليهم بقول له فينيش مرتين، فينيش ان انا خلصت التحديد، وبعد كده فينيش ابدأ خدهم كوبي لازم مرتين. اجي هنا واقول له فينيش، اصبح الحاجات دي موجوده معايا، موجوده في قلب اللوحه بتاعتي. وبرده كذلك نفس الفكره في موضوع الجريد، ممكن اخدهم كلهم برده. طيب بعد كده اروح لفيو
واقول له بلان فيو فلور بلان، الاقيهم ظهروا عندي الادوار اللي كانت موجوده في ملف اللينك، اقول له اوكي هيبدا يفتحهم لي بالشكل دوت.